مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تي في. نستهل جولتنا من يومية المساء التي عنونت بسبب الإرهاب استنفار بالمختبرات لضبط استعمال المواد الكيماوية. وفي تفاصيل الخبر تسود حالة استنفار قصوى بالمؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية والإعدادية بمختبرات الكليات بعدما قررت الأجهزة الأمنية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إجراء جرد دقيق ومفصل حول جميع المواد الكيميائية والكهربائية الموجودة بمختبرات تحضير للتجارب التعليمية العلمية. وإلى الصباح التي تعنون السطو على الملايين من أموال المتقاعدين، إذ فجر موظف رئيس مصلحة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازا طرد أخيرا منها بسبب نبشه في الملفات المالية للوكالة في شكايات تبليغية وجهها إلى النيابة العامة والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية فضيحة سطو على مبالغ مالية قدرها ب 500 مليون على الأقل. وإلى أخبار اليوم، دراسة أمريكية النساء والرجال في المغرب متساوون في درجة التدين، إذ أظهرت دراسة أمريكية حادثة أن نساء المغرب ورجاله يتساوون في درجة التدين والالتزام بمجموعة من الشعائر الدينية، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها في معظم الدول الإسلامية. بالنسبة للنساء 72% مقابل 71% بالنسبة للرجال. ونختم من يومية الأحداث المغربية. المغرب قريب من امتلاك أول غواصة حربية، إذ في السنوات الأخيرة اهتم المغرب كثيرا بتطوير سلاحه البحري، كما عمل على بناء قاعدة بحرية عسكرية لخلق توازن مع ثلاثة قواعد مهمة بالمنطقة توجد في كل من الجزائر وإسبانيا وفرنسا. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.